في نفس الجلسة كمان الرئيس قال إنه مصر عندها تجربة ناجحة في تحويل المحنة إلى منحة، وخرجنا من أحداث 2011 بظرف اقتصادي صعب وعدم استقرار أمني، لكن الدولة تعاملت مع الأزمات باعتبارها فرص حقيقية للنجاح. عنوان الجلسة عنوان مهم قوي، وإحنا في مصر لنا تجربة، لنا تجربة في الطرح، طرح الأزمة وإزاي الأزمة ممكن تتحول إلى أو المحنة تتحول لمنحة يعني. وأنا هقول 3-4 أمثلة لو سمحتوا لي على تجربتنا هنا في مصر في هذا المجال. هبدأ في القطاع الصحي على سبيل المثال. إحنا كان عندنا يعني إحنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى يعني، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة والأزمات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها ما فيش حل يعني، ما فيش حل. لكن الحقيقة الأمر مش كده، وأنا بتفق مع كل المتحدثين على أن الأزمات بتوفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي بتحديها ومحاولة إيجاد حلول ليها. وإحنا اعتنقنا مبدئين أو استراتيجيتين مهمتين جدا في الموضوع دوت. إحنا مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة. ده كانت أحد العناصر أو أحد الاستراتيجيات اللي إحنا كدولة حرصنا على إن إحنا نتعامل بيها، عشان لما نتعامل مع موضوع يكون له تأثير على كثير من الموضوعات الأخرى.